عبد الرحمن الجوبي استطاع من لا شيء، اقصد في السيناريو، ان يصبح رقم صعب، وعندك على الاقل عندك لزمة الناس بدوا يحفظوها. ارفع صوتك. لا ارفع صوتك. لا كلمنا عن مسارك في غربة البن، وان كان محدود طبعا. مساري في غربة البن كان من احد المجاميع حق القريه، يعني من المزارعين وكذا. فدخلت انا ومكرت في اخترت لي اللزمه هذا الذي اننا نصنع، عسب اكون اتجاوب معه واخرج لي مجابره. طبعا عبد الرحمن انت من صنعت الشخصيه، الكاركتر، صنعت كل شيء. عبد الرحمن من النوع اللي دائما والسنه الماضيه يعني. كل عمل والسنه الماضيه كنت اخو الاستاذ عبير باسمها عبير، لا كان اسمها في الاسمه في الاميليا واسمها أمريا يا ملي. هذا الاخي قاسم هذا وشخصيه والكل، يعني انا اخترت انا بس هذا السنه ابدعت اكثر. وهذا السنه كيف خيالك ولا غالبا انت متاثر بواحد شفته زمان وكذا وزوت ركبت؟ هو في واحد في اسمه شارع المطاعم، حتى على مستوى المشيه يعني عايش عايش له في عالم وصنج يعني ويداعه. وهذا هو خاطي لخط طويل ارباص ولا حد ولا داري من الضريبه. فاخذت الشخصيه يعني تقمصها من واحد يعني ماشي في شارع المطاعم في التحرير. ومشيت معي، دخلت في الاسم في ال قالوا لي مثل شخصية إنه واحد مزارع، بس قلت مزارع بين بشمرقة أو بين يعني مجاميع، قلت لازم من واحد يبرز بلزمة بكاركتر به. أدي لك أنا حاجة عن عبد الرحمن. طبعاً عبد الرحمن من الشباب الذي يختلق الكاركتر حتى في ذيك اللحظة بصدق، يعني مش أمامي يعني في مسرحيات تجيب له أي شخصية الصعبة هذه ما نقدر لهاش. دور عجوز يجي لعبد الرحمن، دور سوداني يجي لعبد الرحمن. طبعاً الشخصية العجوزة هي الأستاذ خالد الذي ابتكرها لي، يعني اشتغلنا مع لانك انت جمعيه المستهلك فوقت اللي شخصيه العجوزه ونجح فيها. قبل مننا فينا قبل بعد دخل في المسلسلات بشكل كبير جدا. انا عجبني حتى هذا دحين انتوا قائمين بمبدا ركز لي ركز لك، كل واحد ركز الثاني. لا والله مش ركز. شوف عبد الرحمن في هذا غربه البن جاء فجاني فجاه وقد بيقول ارفع صوت، احنا تفاجئنا كلنا والمخرج والطاقم انه معه لزمه وقد جاهز بالكاركتر كويس. انت مبدع طبعا، وانا كنت احب ان احبك ترفع صوتك. الله يديك العافيه.